بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا ناظر بريس الاستضافية. أم زوارو تمني الشفاء العاجل لومثنا عضو المجلس الجماعي من طيب السي مختار التوحي، الشفاء العاجل وضاخي عقب إن شاء الله هذه قمص يعني ذي كمر خدور المجلس. مالا السيور خدورا إن شهر أكتوبر يقن عقدا إذن ذي مقر يعني ذي قاع الاجتماعات ذي مقر جماعة طنطيب نفرغوا مزوار وتغذيني شوية الأحداث يعني البداية نعقد الدورة تتسم شوية الأحداث يعني مالا الناس متنيني غير صحية وديس نتسيوي رخشة نشتمني أنه زي مار الأعضاء المجلس أنه أتفادا يعني مثل الأحداث مثلني لأنها تسيء سمعة يعني المجلس سمعة السكينة بن طيب يتسمن دائما يعني ستر الصور ذو التعقل ذو الحوار الجاد يعني المناقشة يعني الأفكار أشتمني أنا وأتكرر الشمانوية ففي الأخير مشين كأعضاء المجلس من جماعة بن طيب يعني معرض الأصدقاء معرض وماثن وهذه نبوش عن مشاكل جارنا مشاكل سياسية يعني صراعات سياسية عادية السيور كذلك يعني إذا نتو غن يعني جلسة مغلقة دعوة من الرئيس يخصها تنعاون لأن الرئيس الجديد يسد يعني كتجربة جديدة يخصها تنعاون مارس مشفوس وترج يعني غاسل الإرادة غاسل الغرض يعني باش يخدم يعني ثندين تنخم بنتي خصها تنعاون الواقع هو نبدا يعني مش شنو نجيبو ضد الاعلام ابدا ولكن جديد الاعلام تيري خذ يعني الاستجواب هو نتا ناخذ الاستضافيه ثاني تا غاسيني خاوت لا سوى شكل الاعلام ولكن لا ما راني الطلب خمش من خصات السيوخ يعني الاعلام المحلي نيخ الاقليمي ونيجي تقين الاعلام يخصها يتصف سجن النزاهه هذه التصف يعني هذه منع مش نصور هذه منعك الشغل نزير وسط هاي السيوض الخبر يعني المواطن من ما يجا وتغي ما غون قارو المواطن تجي تيغي تجي تحددني يعني مخبرني مش تغي أولني مش تغي فهمني إلى آخره ولكن صحفي يخذ الإعلاميين يخذ المدون إعلامي يخص دائما يعني هذه التصف سنزها وهذه السيوض الخبار يعني ما مشي جا لذلك كتاب الإعلام واش تغذي يعني مسبق اتفاق مسبق أنه الإعلام ويحطانيخ يعني أرمي الدور يدو سبق ولا وذي نبوش عن الاتفاق مسبق وذي نبوش عن الاتفاق مسبق أبدا يمس دي بداية الدورة يعني يدو سمانو يعني شين مقترح صوت خاص كان خاق الإعلام يعني سنسو ربما شين كان خاق الإعلام ولكن قاغش أنه تمنيخ أذيري إعلام نزيل عادة الإعلام يعزو باش هذيك البيز يعزو باش هذي يعني ربعاض الفيديوهات نخن ربعاض التصوار يعني يتجان يعني وانت نشعش هذي الحقيقة ولكن غالبا من زار نشين دي الصفحات نخذي ربعاض يعني المواقع الإعلامية انت ورد الشعن يعني ما يخدشو يعني الأخلاق نخ شن تسوى يعني غير لائقة خصتي يتم سوينا خاصنا نترفع انا حدا من يتجان جوهري من يتجان يعني مهم يعني اتمنى هيك تجان شوية العلاقة جار مثلا الاعلام ناخذ السياسيين ناخذ كذا يعني تيري شوية التنافر جارس ولكن عادة قال الهدف ذي الجن سياسي مريد دفع يعني مصالح الساكنة الجماعة المواطنين طبيعة الحال الصحافة قص سقوا نتمنى اني يعني إيه المواطن ياخذ السكينه باش هذه السمين يوقع السمين الاحداث هذه تبع هذه توكب يعني من يتوقع عند ثنتين الناس دونك المنويه بالنسبه لي يعني الدوره تعدو يعني عاديه جدا تعدو عاديه جدا سبع نقاط نصدق خاصه مره ذين ثني نصدق خلص الاجماع ذين ثني يعني الاغلبيه ولكن في الاخير نفصل او مثلا وخطط كتنطرح ديني سبع نقاط ديني النقطة زواروت هو يعني الغاء الاتفاقية يعني المحامي السابق
النقطه وستنين يعني المصادقه خرج الاتفاقيه النغنيت اجيج محامي النغنيت الجديد النقطه وستراث ندرس دايس يعني المشاكل يعني التي تعيق فتح يعني المركب التجاري البلدي والحمد لله يعني المركب التجاري باش الخباخ يعني الساكنه المطيب انه عما قريب ان شاء الله عما قريب المساطير قاتمت يعني جاريه وتغن بدات في عالم قبر يعني في الولايه الرئيس السابق تغن بدا يعني الاجراءات المسطريه باش تنظم وقنخذي المساطير ان شاء الله خو يعني انك طلب العروض طلب العروض راهي بالنسبه للمحوطه يعني السوق الايسرمان بالنسبه للمحلات التجاريه كوانك طلب العروض ان شاء الله عما قريب جدا يعني المساطير عاديه وليسوا هذا المشكل تقريبا بعض المتضررين ويستفدنش يعني المحلات التجاريه تقريبا الحقوق نسن يعني الدفع عن الحقوق نسن شي ما راه يعني المحاكم من ياخذ القضاء يعني ما كاين اثنين اش كنخرى الاشاره اسمش مين تاع سن الطاولات نسن النقطة النغنيوة السابعة المشاكل التي تعيق يعني تحرير الملك العام الجماعي بطبيعة الحال انت في شوية الشوائب ديما ناوية وذا نسلوس يعني تفرش يعني جميع الأماكن من يتفق أنه باش ان شاء الله نأسس نخن انكرية يعني الشرطة الإدارية انك شوط انك الإحصاء يعني يني رجع يعني الترخيص الاستغلال يعني الملك العمومي ومن هي ان شاء الله ديس نخدم وثاني نخط تنظم هني النقطه يعني النقطه الخامسه وهي الميزانيه مش السلم الميزانيه يعني دوره اكتوبر هي دوره مشروع الميزانيه ندارس ديس جميع يعني الفصول تعلق بالميزانيه وسجن يعني سجن التشاور جارنا سجن النقاش يعني مستفيد نروح ليس التوافق بكل صراحه الميزانيه ستخص الاجماع نروح ليس التوافق النقطه والسته هو مطرح يعني العمومي النفاياتي جندي جماعه وردانه يجي تبعي يعني جماعه من طيب الاعضاء يعني الاعضاء من المجلس يعني رفضنا باش تسلم يعني مجموعه الجماعات مجموعة الجماعات يعني إراجة أعزونا نطرح عمومي النفايات النقطة الأخيرة هي النقطة يعني اتفاقية شراكة أجيش الجمعية التويزة باش إن شاء الله تسيار يعني المركز مركز إيجان يعني إيواء الأطفال يعني في وضعية صعبة والمركز زوانيتا يعني إقليمي تبعي التعاون الوطني وحتى يعني النقطه يعني نصدق خاص الاجماع وفي الاخير ما مشى الناخ يعني الاخوان الاعضاء ما رايني قيم يعني الى اخر ساعه الى اخر دقيقه قيم حشنا قويه ويا فون يعني الابتسامه جارسه يعني ذيني جن اتفاق انه بنادم اللي يعاون الرئيس الجديد ورا مار المصالح يتجان يعني مهمه خاصنا نتعاون خاصنا نصادق ومنويا والحمد لله ونشد بالشاخ يعني ساكنه تندين تنخ انه ان شاء الله هذه رخه هذه مين ديوسين نتمنى ان شاء الله الخير للجميع والسلام عليكم. نمشي توريت شك الدوار ديال كوار ماذا يسري الحضور الاعلام. واتمني باش نقيت واعطيني الملاحظه تقيد الاشاره باللي الحيه تقدر ورخصه ديال الاعلام ولكن اش تنقيت انه يجني غدره ونخ كذا قال الاعلام يحظى هذا يعني وتفوز الطرف نخ يعني تبغي نقل يعني تجي حاجه صغار انت يقيد قلت الحياه مثلا نخ غدر داور انما ينقلوها نشتمن قارسنا قتلوا الكفر ليس بكافر لا نشتمني انه النقطه الثانيه تنقلش الاعلام لانه هو اللي تقول الفائده اج ربما يخضع للمجلس ربما ينشموا وراه يجيبوا ظني ولكن باش هذه الصفغ يعني قال الاعلام هذه الصفغ ربما غير العائله نسن السيد النين يا اخي جني تهجم خو النغنيت قاقش قصيده قيت تهجم خو ماني فاميليين وكذا تما تيري شويه
دير هذه شويه المشاكل يعني جاء العائلات جاء الساكنه جاء كذا يمسرين ويحرين شت مني انه هذا قيمه هذا انت اذا انا خزامي نتفق يعني اجان ايجابي نخ ما راه نعرضش من حاجه اجان ايجابي هذا السوفري هذا باش يعني تعبي ربما خص يجدر خ الاعضاء يتعقل انا ديرين دي المستوى الثقافي شكل مثلا نشد منويه لان الشيء ماري نخ كنخمطوا توعين ورا نسد باش نخدم الصالح العام بدون مقابل اي دونك ميقدر انا من غاكويوي تيخصني كاين الاساس خصنا نموت من غير شوتي يعني ميخصوي كاين شخص دافع طريقه حضاريه وجميع من غير كوخ من يعني خص العضو نخ الاعضاء يخصو تقع شجره صمت من شجره اصلا ما يعلم قبل ريح خص المواطن يسمي توقع داخل المجلس فعلا. دونك المنوي نتشكرك انه مره وطاح الزاو في اي وقت والسلام عليكم.